ثاني ثاني الجو ثاني عندنا الجو ثاني ثاني هذا المخرج باللي معه أفكاره حلوة مرتبة أجواء رهيبة ممتعة. شوف هنا أغلب السيارات اللي يمر من هنا تنكسر الصدامات حقاتهم. شوف الصدام هذا، شوف الصدام هذاك، شوف الصدام هذا، في صدام بيصير ايه بيصف معاهم الحين. شوف كله كله كل 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 المكان قطاع قطاع من السيارات وهي ترقى المكان هذا. وعر وعر مره يعني. شفت تصادف مثل الحصات هذه صعب صعب ترقاه. فالناس بالعاده يوقفون سياراتهم هنا ويمشون. المسافه ما هي بعيده مره، يمكن تقريبا 5 كيلو 10 كيلو 10 دقائق 5 دقائق لين توصل لقدام. ثاني عندنا الجو ثاني ثاني الجو ثاني عندنا الكفرات. هذولي يسمون كفرات بولين. هذولي بالنسبة للحصاء ما عليهم خوف أبدا. فاللي ركب كفرات بولين هذه ممتازة مرة. شوف الطلعة، شوف مثلا كيا صغيرة الحين تفتحك. تا 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 شوف الكيا تا تا. لو كنينا كلها هنا مجال هذا وملعبة. شوف شوف صغيرة تحك. شوف الكفر شوف الكفر. شوف عبد الرؤوف نروح ننزله. الجو ثاني ثاني الجو ثاني ثاني ثاني. هذا المفروض ياخذ السيارة حطه بمخبات وينزع رجلهم ويطلع ويارك. ثاني عندنا الجو ثاني ثاني الجو ثاني عندنا الجو ثاني ثاني. روح باللي معه أفكار حلوة مرتبة أجواء رهيبة ممتعة تحدي بس مو خلصنا.